في عام 2020 إن العالم فيه جائحة أطلقنا كليتين رقميتين للبنات. بالمختصر مع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد. العام اللي هو 2020 وصلنا إلى 23.7% من خريجي الثانوي من أتوا المؤسسة. أنت ضامن للوظيفة الآن يا دكتور لكل واحد من منسوبيكم؟ بالمختصر الليلة 8 بتوقيت السعودية على MBC 1.